في جوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع ده إن شاء الله هنراجع من أول سورة الناس لحد فيه، يعني السورة كلها اللي خدناها في الترم الإيه الأولاني. طبعا كلكم طبعا وحشتوني جدا. يعني أول حاجة في جوان قبل الحصة كنا بنقول إيه الدعاء اللي هو قبل الحصة. مين بقى أشطر واحد بسرعة هيقول معايا الدعاء ويعمل كده؟ برافو. يلا اللهم لا سهل إلا جعلته لنا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. بص يا جماعة بقى، طبعا احنا اتعلمنا لما نقرأ القرآن الكريم أول حاجة بنعمل إيه؟ بنربع إيدينا ونقعد كويس. مين بقى أشطر واحد يربع إيديه بسرعة؟ يلا واحد اتنين زي ما اتعلمنا، واحد اتنين تلاتة، برافو يا كيجي. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا كيجي وانا احنا هنرجع من الناس، بس طبعا لازم نبدأ بصوت الفاتحة، هما كلنا حافظينها ايه صم خالص يعني. يلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برافو يا كيجوان. مين مجمع ست حركات؟ شطار. طيب بص يا كيجوان دلوقتي هنقول مع بعض بقى سورة الناس، بس لازم بالغنة. مين هو معايا بالغنة؟ ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شفتوا يا كيجي وانا سمع حد معايا بالغنى يبقى ممتاز. يلا يا كيجي مين بقى يفكرني يعني ايه الفلق؟ يعني الصبح، برافو. طب يعني ايه غاسق؟ يعني بالليل. هنقول مع بعض صوت الفلق بس بالايه بالقلقله. يلا قل أعوذ برب الفلق، يعني الصبح الجميل ده، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شطار يا كيجوان. كيجوان مين يقول لي سورة الإخلاص أولها إيه؟ فاكرين أولها إيه؟ فكروا معايا أولها إيه؟ أولها إيه؟ برافو. سمع حد بيقول أولها قل هو الله أحد، ممتاز. يلا مع بعض قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شطار يا كيجوان. السوره بقى اللي بعديها سوره المثل، فاكرين السوره كان فيها قصه؟ كان قصه مين؟ كان فيها ابو لهب الوحش. ايه ده وحش ليه؟ كان بيعمل ايه ابو لهب ده؟ كان بيقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو مين؟ هو ومراته وامراته. من هم معايا بقى تبت يدا. يلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شطرة كيجوان. يلا كيجوان ايه بقى رأيكم؟ دلوقتي هنحكي قصة هنرجع عليها القصة حكيناها في الترم الأولاني هنرجع عليها تاني عشان تفتكروها وبعد كده بقى ايه نكمل مراجعة ماشي؟ هنحكي قصة ايه النهاردة؟ قصة سيدنا نوح. يلا مع بعض. كان يا مكان يا سادة يا كرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ايه كيجوان؟ كان في نبي من أنبياء الله اسمه سيدنا نوح. اسمه ايه؟ برافو سيدنا نوح. كيجوان سيدنا نوح راح عند القوم بتوعه قال لهم ايه؟ ما تعبدوش الاصنام دي، تعبدوا الاصنام دي ليه؟ بصوا الاصنام، الاصنام دي ولا بتسمعكم ولا بتشوفكم ولا اي حاجه. اعبدوا ربنا الواحد الاحد، ربنا هو اللي خلقنا، هو اللي رزقنا، هو اللي بيشفينا، هو كل حاجه. لما نيجي نعبد نعبد ايه؟ ربنا الواحد الاحد. راح كيجوان الكفار قالوا ايه؟ ما سمعوش كلامه، قالوا لا برضو مش هنعبد ربنا، هنعبد الاصنام بس. قعد يكلمهم كتير ويحاول معاهم كتير وبرضو ايه كيجوان ما سمعوش كلامه. راح ايه ربنا سبحانه وتعالى قال له خلاص، قال له خلاص سيب ناس الكفار دول وابني سفينه كبيره. السفينه دي حط فيها الناس المسلمين الحلوين اللي هم امنوا معك، وحط فيها من الحيوانات والطيور من كل حاجة اتنين ذكر وأنثى. وفعلا كيجوان راح سيدنا نوح جاب بقى الأخشاب وجاب الحاجات عشان يبني الإيه؟ عشان يبني السفينة، عشان يبني الإيه؟ سفينة سيدنا نوح. بس يا كيجوان وهو بيبني السفينة كل ما الكفار يعدوا عليه يقولوا إيه ده؟ يقعدوا بقى يضحكوا عليه يقولوا إيه ده؟ ينفع حد كده يبني سفينة على الارض كده على الرمله؟ فين البحر وفين الشط وفين الميه؟ فين كل ده؟ هتمشي ازاي السفينه دي؟ برده سيدنا نوح ما كانش ايه بيسمع كلامهم ولا ضحكهم وبرده قاعد يبني في الايه في السفينه. بصوا هذا ايه كان بيبني السفينه وكان ايه كان فيها المسلمين الحلوين هم امنوا معاه، وكان فيها من حيوانات وطيور وحشرات من كل حاجه اتنين، من كل حاجه ايه اتنين. والكفار بقى الوحشين زي ما احنا عارفين طبعا ايه كل ما يعدوا عليك وهو بيبني السفينه يقعدوا يقولوا ايه يضحكوا بقى يقولوا ها 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 ايه ده ايه ده ايه ده؟ ينفع حد كده يبني سفينه كده على الرمله كده وعلى الارض؟ ينفع؟ هتمشي ازاي دي؟ اصلا مفيش ميه ومفيش بحر ومفيش اي حاجه. بس يا كيجوان حصل حاجه غريبه خالص. عارفين حصل ايه؟ مش هتصدق. وهو وناس الكفار وحشين بيضيعوا سيدنا نوح، راح ربنا سبحانه وتعالى خلى الارض خلى السماء تنزل ميه كتيره قوي، مطره بس مطره ايه كتير خالص كتير جدا. يعني بصوا اكيد دي مثلا السماء، لو دي مثلا خلى السما دي نازل ميه كتيره خالص. بص زي المطر كده، ميه 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 كتيره من كل حته. بص المطر جامده ازاي، خبر المطر جامده خالص. ايه ده بس كده؟ لا وربنا برده خلى الارض تطلع ميه. الارض تطلع ايه؟ ميه. يبقى ميه من فوق وميه من ايه؟ من تحت. بصوا ميه. ايه ده يعني الارض طلعت ميه؟ اه ربنا خلى الارض تطلع ميه والسماء تنزل ميه. ايه ده كيجوان كده بقى في ايه؟ بقى في بحر كبير ممكن السفينه تمشي فيه. وفعلا السفينه فيها الناس المسلمين الحلوين وفيها سيدنا نوح وفيها الحيوانات الكبيره من كل حاجه اتنين. فعلا لقيت ميه كتيره راحت ايه السفينه قعدت تمشي مشيت 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 لحد ما وقفت عند جبل. عارفين اسم جبل ايه؟ جبل الجودي. جبل الايه؟ الجودي. مش في ناس صحابنا اسمهم جودي؟ هو ده بقى جودي يعني الجبل اللي وقفت عليه سفينه سيدنا نوح.
ايه ده؟ امال في جوني كفوة بقى حصل لهم ايه؟ قعدوا برضه يضحكوا كده على طول؟ لا، الميه خلتهم كلهم ايه؟ يغرقوا، خلتهم ايه؟ يغرقوا في الميه، والناس المسلمين بس هو ربنا نجاهم هم والايه؟ والحيوانات والطيور. حلوه كده جوان القصه دي؟ يلا بقى كده جوان هنكمل بقى ايه المراجعه بتاعتنا. احنا خدنا لحد ايه؟ سوره المثل، دلوقتي هنعمل سوره النصر. يلا مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا ايه لازم بالمد والغنى وكل حاجه زي ما اتفقنا. يلا. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كيجوان دلوقتي هنقول سورة الكافرون. مين يفكرني الكافرون كانت كام آية عشان ما يتلخبطش فيها؟ ها كام آية؟ برافو، الكافرون 6 آيات. مين هيعدي معايا؟ أول حاجة نغمض إيدينا كلنا. برافو، يلا أول آية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هي آخر آية. لكم دينكم ولي دين. نقول بقى سورة يعتبر أقصى سورة في القرآن، يعني أصغر سورة. سورة قصيرة خالص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نقول بقى صوت الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نوبة جنب أصول قريش. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني كده لما اخد بقى صوره، الصوره دي جميله جدا كلكم بتحبوها، عارفين ليه؟ عشان فيها قصه اصحاب الفيل اللي كان ابرهة الوحش الكافر ده كان عايز يهد الكعبه بس الحمد لله ما عرفش ايه يهدها، ربنا انقذ الكعبه. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
مأكول، يعني كل فيش أربعة بحش كله مات الحمد لله. يلا كي جوان، عايزين بقى ايه نفتكر مع بعض الدعاء اللي كنا بنقوله قبل الأكل عشان الشيطان ايه ما يخش معانا خالص. مين هيقول معايا الدعاء؟ يلا بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. كيجوان فاكرين كنا مع الدعاء ده بنقول نشيد جميل قوي اسمه سم الله وكل باليمنى. مين فاكره؟ تيجي تفكروا مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.